مرقة بامية. عندي هذا اللحم، هذا لحم تيس. شوفوا شوفوا ايش حلوها. والحين راح احط البصل وهذا الثوم. استيلي وحسيته لصق، انا مو حاطه زيت وايد، نقطه زيت زيتون. حطوا اي شيء، ماي او دقوس اللي عندكم. حط الباميه بعد ما استوى اللحم، ومع اجمل لقطه واحلى مرقه. شوفوا نشيلها بالقفشه العوده. شوفوا بس، شوفوا ايش حلوها. وهذا العيش هم مع شنو؟ اجمل لقطه. بشيل كذي شوي شوي. شوفوا 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 شلون متفتش وجاهز. شوفوا العيش ما شاء الله، شوفوا البصل شلون بروحه يتفتش، حتى اللي بالقاعه متفتش. وهذا الشكل النهائي، واحلى مرقه باميه مع اللحم والباميه ذايبه ذوب. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، والعيش المشغول اللي ينن مع البصل. وبالعافيه يلا.